السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نشرة الأخبار من استوديوهات سهيل، والبداية بأبرز العناوين. اللواء أحمد الموساي يتفقد الحزام الأمني لمأرب ويشدد على ضرورة الالتزام بالقانون ورفع اليقظة الأمنية. مصرع 7 من الميليشيا الانقلابية في تعز، ومقاتلات التحالف تقصف تعزيزات لهم في مديرية موزع. نازحو الحرب الانقلابية في مأرب يعيشون ظروفا صعبة وغيابا لأبسط مقومات الحياة. تفاصيل الأنباء استهلها بسم الله الرحمن الرحيم. أصدر رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر قرارا بتشكيل لجنة تحقيق حول ما تعرضت له طائرة الإيرباص التابعة للخطوط الجوية اليمنية على خلفية هبوطها الاضطراري بمطار عدن الدولي يوم أمس بعد إقلاعها. وقضى القرار بتكليف وزير العدل القاضي جمال محمد عمر رئيسا للجنة، وعضوية وزير الأشغال العامة المهندس معين عبد الملك، ورئيس الهيئة العامة للطيران المدني صالح بن نهيد، على أن تبشر اللجنة عملها من تاريخ اليوم وترفع تقريرها إلى رئيس الوزراء خلال 48 ساعة. أشاد وزير الخارجية الدكتور عبد الملك المخلافي بعمق العلاقات الثنائية بين اليمن واليابان والدور الذي تلعبه اليابان في دعم اليمن باعتبارها شريكا رئيسا لليمن في مجال التنمية. واستعرض المخلافي مع السفير الياباني كاتسيو تشاي جهود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد من أجل تحقيق السلام. وأشار المخلافي إلى أن الحكومة وافقت على المقترح الذي تقدم به المبعوث الأممي إلى اليمن فيما يتصل بانسحاب الميليشيا الانقلابية من الحديدة وآلية تحصيل الموارد وصرف المرتبات، إلا أن تحالف الانقلاب لا يزال يعرقل هذه الجهود متحديا بذلك المجتمع الدولي. من جانبه أكد السفير الياباني وقوف بلاده إلى جانب الحكومة اليمنية ومساندته لها في جهودها المتواصلة لإحلال السلام. أكد وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبد الرقيب فتح بأن احتجاز الميليشيا الانقلابية للقوافل في مداخل محافظة تعز ساهم في تردي الوضع الإنساني. وقال فتح إن دول مجلس التعاون الخليجي أرسلت عددا من القوافل الإغاثية إلى عدد من المحافظات، إلا أن الميليشيا الانقلابية تحاول جاهدة وضع العراقيل أمام إيصال تلك المساعدات. وأوضح فتح بأن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بصدد تقديم 12 ألف سلة غذائية لمديريات الوازعية والقاهرة وصالة وصبر الموادم بمحافظة تعز. ونوه فتح إلى أن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة وقع اتفاقية مع مؤسسة موانئ عدن لتأجير مساحة في ميناء المعلى استجابة للدعوة الموجهة من اللجنة العليا للإغاثة لغرض تسهيل أعمال إدارة أنشطة برنامج الأغذية العالمي واستقبال المساعدات الإنسانية والمواد الإغاثية باليمن، مشيرا إلى أن هذه الخطوط ستسهل كثيرا إيصال تلك المساعدات إلى محافظة تعز عبر طريق عدن. ما برحت التقارير الأممية تحذر من دخول اليمن في المرحلة الأسوأ جراء تداعيات الحرب الانقلابية على حياة الناس وخاصة في مجال الصحة والأمن الغذائي. نتابع. قالت المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمية التابعة للأمم المتحدة إرثارين كازين أواخر مايو الماضي إن مخزون الغذاء في اليمن يكفي لنحو 3 أشهر فقط، ومن غير المعروف كيف سيدبر سكان احتياجاتهم الغذائية بعد ذلك. وأضافت كازين بأن 10 محافظات يمنية من أصل 22 محافظة وصل فيها الأمن الغذائي إلى حافة المجاعة، في حين دخلت 3 محافظات وهي الحديدة وتعز وصعدة مرحلة الخطر أو المجاعة المعلنة.
وأوضحت كازين أن 7 ملايين يمني على حافة المجاعة بالفعل في أكبر حالة طوارئ غذائية في العالم وفقا لتوصيف مسؤولي الأمم المتحدة. وبحسب بيان كازين المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي، فإن وباء الكوليرا قتل خلال شهر 500 شخص بينهم 100 طفل، بما هناك 10,000 من حالات الإصابة. وأشارت كازين في بيانها أنه من المتوقع أن ترتفع الإصابات بالكوليرا إلى 150,000 في الأشهر 6 المقبلة على ضوء المعطيات، في حين تحدثت منظمة الصحة العالمية في تقريرها الأخير الصادر في 6 يونيو الجاري عن 86,423 حالة اشتباه بالكوليرا في 19 محافظة يابانية، موضحا تقرير الصحة العالمية أن حصيلة تفشي الكوليرا في المرحلة الثانية لم تبلغ ذروتها حتى اللحظة. وقال تقرير الصحة العالمية إن المحافظات الأكثر تضرراً هي أمانة العاصمة وحول صنعاء وحجة وعمران والحديدة، وجميعها في شمال وغرب اليمن وخاضعة لسيطرة الانقلابيين، وبها أكثر من 53% من حالات الإصابة المسجلة منذ 27 من إبريل الماضي. وكانت قد حذرت 22 منظمة دولية ويمنية تعنى بالشؤون الإنسانية وحقوق الإنسان من تدهور أكبر للأوضاع في اليمن، حيث بات نحو 17 مليون يمني يعانون نقصا شديدا في الغذاء، فيما تهدد الأوبئة والأمراض ملايين آخرين. وأعلن المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوغريك في تقرير منفصل نشره على صفحته بالفيسبوك أن المنشآت الصحية في اليمن تستقبل يوميا أكثر من 1,000 طفل يعانون من الإسهال المائي الحاد ويحتاجون للعلاج. ويعد مرض الإسهال المائي الذي يصيب الجهاز الهضمي ثاني أهم أسباب وفاة الأطفال دون سن 5 عالميا وفق منظمة الصحة العالمية، ويتسبب به غالبا التهابات فيروسية أو بكتيرية جراء الأغذية ومصادر المياه الملوثة. شدد وكيل وزارة الداخلية لقطاع الأمن والشرطة اللواء الدكتور أحمد الموساي على ضرورة تعزيز الإجراءات الأمنية وتثبيت دعائم الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة. جاء ذلك خلال تفقده اليوم لقوات الأمن الخاصة والحزام الأمني المرابطة في محيط مدينة مأرب ونقطة الفلج ومركز العيراف للمراقبة واطلاعه على سير أداء هذه الوحدات والجهود المبذولة من قبل أفرادها لحماية المواطنين. وأكد الموساي على ضرورة تقديم صورة مشرفة وإيجابية عن الأجهزة الأمنية ومؤسسات السلطة الشرعية. كما قام الوكيل أحمد الموساي ومعه أركان حرب قوات الأمن الخاصة العقيد عبدالله الصبري وقائد الحزام الأمني المقدم صالح لضمت بزيارة للوحدات الأمنية في مديريتي الجوبة وحريب بيحان، واطلع على مستوى التنسيق بين الأجهزة الأمنية وقوات الجيش الوطني، شاكرا مساندة وحدات الجيش لقوات الأمن. وشدد الموساي أيضا على ضرورة الالتزام بالقانون واللوائح المنظمة للعمل الأمني ورفع اليقظة الأمنية، واستمع من الجنود وقادة الوحدات لأبرز المعوقات ووعد بالعمل على حلها وفقا للإمكانيات المتاحة. أقر اجتماع مشترك لوزارة الداخلية والمنطقة العسكرية الثالثة عددا من الإجراءات التنسيقية لتعزيز الأمن وحماية المسافرين في طريق العبر مأرب. وأكد الاجتماع على ضرورة تفعيل غرفة العمليات المشتركة وتجهيز شبكة اتصالات بين الوحدات والنقاط الأمنية لتكامل عمل الوحدات والنقاط العسكرية وشرطة حماية الطرق والأجهزة الأمنية للقيام بدورها وتأمين الطرق. وأكد الدكتور أحمد الموساي على ضرورة تحمل كافة الوحدات العسكرية والأمنية مسؤوليتها في حماية الأرواح والممتلكات للمواطنين المسافرين عبر هذا الطريق وضبط العناصر التي تقوم بأعمال التقطع والنهب. وشدد على تفعيل مبدأ الثواب والعقاب ومحاسبة قيادة كل وحدة يتم في قطاعها حدوث أي أعمال تقطع أو نهب، ومكافأة أفراد الجيش والأمن الذين يقومون بضبط المجرمين والمهربين، إضافة إلى تعميم قائمة سوداء بالمطلوبين أمنيا وتنشيط الدوريات على الطرق. قالت مصادر عسكرية بأن قوات اللواء 102 مشاة جبلي أحبطت يوم أمس عملية تسلل للميليشيا الانقلابية إلى مواقع محاذية لجبل شعير بمديرية باقم في محافظة صعدة، وكبدت الميليشيا خسائر ما يزيد على 20 قتيلا إضافة إلى العديد من الجرحى. إلى ذلك شنت مقاتلات التحالف العربي عددا من الغارات على مواقع الميليشيا الانقلابية، فيما استهدفت المدفعية الثقيلة مصادر نيران ميليشيا الانقلاب.
قالت مصادر محلية بأن مقاتلات التحالف العربي شنت 4 غارات اليوم على مقر الجمرك القديم بحرض في محافظة حجة. وقالت المصادر بأن انفجارات دوت في المكان المستهدف عقب الضربة، الأمر الذي يشير إلى أن الغارات استهدفت مخازن أسلحة للميليشيا الانقلابية. وفي سياق متصل، واصل طيران الأباتشي دك مواقع الانقلابيين في عدة مناطق حدودية مع المملكة العربية السعودية، بالإضافة لأماكن تمركزهم في ميدي وحرض ومديريات مختلفة من المحافظة. بمعنويات عالية، يرابط أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في شهر رمضان بجبهتي بيحان وعسيلان بمحافظة شبوة على الرغم من ارتفاع حرارة الشمس، ويؤكدون أن هذا الشهر المبارك يزيدهم إصرارا على تنفيذ المهمات القتالية الموكلة إليهم وتحرير مناطقهم من ميليشيا الانقلاب. المزيد في سياق التقرير التالي. يأبى هؤلاء المقاتلون إلا أن يتموا صيامهم بكل طقوسه الدينية رغم ارتفاع حرارة الشمس واحتدام المعارك. فهنا في جبهة بيحان التابعة لمحافظة شبوة لم يترك المقاتلين مواقعهم في شهر رمضان المبارك، بل زادهم دخول هذا الشهر الفضيل إصرارا على تحرير مناطقهم من ركس الميليشيا حسب قولهم. أن الرباط نعمة، وإننا سوف نرابط ونرابط حتى نحرر أرضنا وبلادنا وهي الجمهورية اليمنية. نؤكد من هنا عزمنا وإصرارنا على تحرير مديرية بيحان وتحرير ما تبقى من محافظات الجمهورية اليمنية بإذن الله، والنصر قريب ولا نرى. فقبل أن يضرب مدفع الإفطار، تضرب مدافع الجيش والمقاومة أوكار الميليشيا مخلفة خسائر كبيرة في العدة والعتاد وقتلى وجرحى، فتقوم الميليشيا بدفع التعزيزات الكبيرة لجبهاتها وتنفذ هجمات متتالية على مواقع الجيش والمقاومة، إلا أن الأبطال من أفراد الجيش والمقاومة يكونوا لهذه الهجمات بالمرصاد ويطارد فلول الميليشيا بعد إحباط هجماتهم، ليكون هذا الشهر شهر انتصارات ساحقة على الميليشيا الإنقلابية. احنا هنا ثابتين في مواقعنا وفي جبهاتنا، وإن شاء الله يكون رمضان شهر الخير وشهر الفتوحات وشهر الانتصارات، والله أكبر ولله الحمد. يعتبر الجنود المرابطون في ساحات القتال بجبهتي بيحان وعسيلان أن الدفاع عن وطنهم ومكتسباته أهم من كل ملذات الحياة، متمنين أن يتحقق النصر الكامل خلال شهر رمضان ليعم الفرح بين اليمنيين خلال عيد الفطر. حسن البريك لقناة سهيل من محافظة شبوة. لقي 7 من ميليشيا الانقلاب اليوم مصرعهم في مواجهات مع الجيش الوطني غرب مدينة تعز. وقال مصدر في المقاومة الشعبية إن عناصر الميليشيا حاولت التسلل إلى مواقع الجيش الوطني في منطقة الربيعي، وتم التصدي لهم وقتل 7 منهم وإصابة آخرين بجروح. إلى ذلك، قصفت الميليشيا الانقلابية من مواقع تمركزها في سفتل والجند الأحياء السكنية في الجحملية وحي الدعوة، وأسفر القصف عن إصابة عدد من المدنيين. إلى ذلك، جددت مقاتلة التحالف العربي اليوم غاراتها على مواقع الميليشيا الانقلاب في مديرية موزع بمحافظة تعز، حيث استهدفت 3 غارات تعزيزات للميليشيا الانقلابية جنوب شرق مديرية موزع، أسفرت عن مقتل 5 وإصابة نحو 7 آخرين، ودمرت 2 عربتين عسكريتين. وجاءت هذه الغارات بعد قصف مدفعي متبادل بين قوات الجيش الوطني والميليشيا الانقلابية جنوب شرق موزع شمال المخا. أحيا المئات من أبناء مدينة تعز في ساحة الحرية جمعة رمضان فرقان وتحرير، مؤكدين للعالم أنهم أصحاب قضية أجبرتهم الميليشيا الانقلابية على الدفاع عن مؤسسات الدولة والهوية والإرادة الوطنية. وأكد المصلون مضيهم في معركة التحرير حتى استعادة الدولة وكسر الانقلاب. رمضان فرقان وتحرير، هكذا أطلق ثوار تعز على الجمعة الثانية في شهر رمضان، وهم يشهدون العالم أنهم ما خرجوا وحملوا السلاح إلا دفاعا عن أنفسهم في مدينتهم وبين أهلهم وفي منازلهم. إن العالم كله يعلم أننا أصحاب قضية
ما خرجنا للعير لكننا أجبرنا على النفير للدفاع عن هويتنا وحماية أعراضنا وحراسة عقيدتنا وتحكيم شريعتنا وتمكين شرعيتنا وتحرير شعبنا واستعادة مؤسساتنا وتطبيق مخرجات حوارنا. أجبرنا على ذات الشوكة ليحق الله الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. قال تعالى: ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. يقول المصلون بأن المعركة الدائرة في اليمن هي بين حق وباطل، وهي نفس المعركة القائمة منذ أن خلق الله البشر، وستستمر إلى قيام الساعة بأزمان وصور مختلفة. يا أبطال الجيش الوطني في معركة التحرير اليوم في محافظة تعز وكل محافظات الجمهورية اليمنية، معركتنا اليوم معركة فرقان التقى فيها الجمعان، جمع يمثل المشروع العنصري وجمع يمثل المشروع الوطني، جمع يمثل مشروع الموت وجمع يمثل مشروع الحياة، جمع يمثل مشروع الإعمار وجمع يمثل مشروع الدمار، جمع يستعين برب السماء وجمع يستعين بملالي كربلاء، جمع يمثل مشروع الدولة وجمع يمثل مشروع العصابة، وهنا يظهر التمايز. هتف المصلون اليوم بساحة الحرية للانتصار وللشرعية وللمطالبة بالرواتب وللتحالف العربي الذي طالبوه بالحسم والمساعدة على التحرير، وصلي على الشهداء الذين سقطوا على امتداد الوطن. قالت مصادر محلية في الساحل الجنوبي لمدينة الحديدة بأن مقاتلات التحالف العربي استهدفت في وقت متأخر من ليلة أمس مواقع متحركة لميليشيا الانقلاب. وقال شهود عيان لمراسل قناة سهيل بالحديدة إن طائرات الأباتشي مشطت مواقع قريبة من مناطق الجاح وغليفقة والكويزي والفازة في مديريات بيت الفقي والدريهمي وكذا التحيتة وحتى الخوخة، واستهدفت عددا من مواقع ميليشيا الانقلاب التي تقوم بعمليات زرع حقول ألغام على امتداد الساحل الجنوبي لمدينة الحديدة مسببة مخاطر للصيادين والمزارعين والمواطنين. إلى ذلك تعرضت عددا من قرى الساحل لعملية تهجير قسري من قبل ميليشيا الانقلاب بعد أن فخخت قراهم ومناطقهم وطرقهم وسواحلهم القريبة بألغام ثابتة وأخرى بحرية متحركة معرضة حياتهم للخطر. قالت اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان باليمن إنها رصدت ووثقت وحققت في 407 حالات ادعاءات بانتهاكات بحق المدنيين خلال مايو 2017. وأوضحت اللجنة في بيان لها بأن هذه الحالات تتضمن 132 حالة قتل لمدنيين عبر الاستهداف العشوائي و 123 حالة إصابة و 44 حالة اعتقال تعسفي و 40 حالة تدمير ممتلكات خاصة و 20 واقعة تفجير منازل و 14 واقعة زرع ألغام فردية، إضافة إلى العديد من الجرائم والانتهاكات الأخرى. وأكد البيان قيام المحققين والراصدين التابعين للجنة بالنزول الميداني إلى مكان هذه الوقائع وإجراءات المعاينة والتحقيق بمعية خبراء عسكريين مختصين، كما قاموا بزيارة المستشفيات وسماع أقوال عدد من الجرحى وذوي القتلى بالإضافة
إلى الأطباء. ودعا البيان ذوي المصلحة من المواطنين والضحايا ومنظمات المجتمع المدني إلى سرعة رفض اللجنة الوطنية للتحقيق بما لديهم من وثائق وبيانات تساعد في الوصول لحقيقة الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون في اليمن من كافة الأطراف. قال عضو مجلس نقابة الصحفيين اليمنيين نبيل الأسيدي إن اليمن شهدت 624 حالة انتهاك خلال عامين ونصف، من بينها 148 حالة اعتقال وخطف وملاحقة. وأوضح الأسيدي في فعالية نظمها التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان في مجلس حقوق الإنسان بجنيف بأن الميليشيا الانقلابية تحملت مسؤولية أكبر عدد من هذه الحالات بنسبة 83%. وأشار الأسيدي إلى أن الاعتداءات توزعت بين الضرب والاقتحام والقصف للمقار الإعلامية والاعتداء على ممتلكات ومنازل صحفيين ونهب ممتلكات ومقتنيات وسائل إعلام. وقال الأسيدي إن النقابة وثقت 72 واقعة تهديد ومضايقة وتشهير وتهديد بالقتل وإيقاف إصدار صحف وإغلاق مكاتب وقنوات وصحف يمنية وعربية وأجنبية وخدمات الرسائل الإخبارية، إضافة إلى حجب 130 موقعا إخباريا من قبل ميليشيا الانقلاب. قال مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي إنه سجل 65 حالة انتهاك ضد أفراد بينهم صحفيين ونشطاء ومؤسسات إعلامية في 5 محافظات خلال الفترة من مارس وحتى إبريل 2017. وأوضح المركز بأن حالات الانتهاكات تركزت في كل من محافظة صنعاء وتعز والحديدة ومأرب وريمة. وأشار المركز في تقرير له إلى أن هامش الحريات الإعلامية يضيق يومياً فيما تتصاعد حدة الانتهاكات المتعددة كالقتل واختطاف وتعذيب للصحفيين. وقال التقرير أيضا إن اليمن صنفت كأسوأ البلدان العالمية انتهاكا للصحفيين، وبأن ميليشيا الانقلاب احتلت المركز الثاني في العالم من حيث التهديد لحياة الصحفيين بعد تنظيم داعش. هروبا من جحيم الحرب الانقلابية التي شنتها ميليشيا الانقلاب على الشعب اليمني، نزحت مئات الأسر من مختلف مناطق الجمهورية إلى محافظة مأرب، واستقر بها المقام هناك في كلية المجتمع في ظل ظروف صعبة تفتقر لأبسط مقومات الحياة. نتابع. هروبا من وطأة الحرب التي سعرتها الميليشيات الإنقلابية في مناطق ومدن الجمهورية، نزح كثير من المواطنين إلى محافظة مأرب التي دحرت الميليشيات الإنقلابية وباتت آمنة. هنا في كلية المجتمع شمال مدينة مأرب تقبع أكثر من 400 أسرة نازحة من مختلف مناطق الجمهورية يعانون أوضاعا مأساوية وصعوبة في العيش. طبعا احنا هنا يمكن حوالي 6 أشهر أو 8 أشهر في هذه المنطقة في كلية المجتمع نازحين. هذه الكلية تفتقد إلى أبسط الخدمات، لا يوجد رعاية صحية، لا يوجد صرف صحي، لا يوجد من يهتم بهؤلاء النازحين، حيث أنهم قد أصبحوا يعانوا معاناة شديدة. ولذلك من هنا نناشد السلطة المحلية ونناشد الحكومة ونناشد عبد الرب منصور هادي ورئيس وزراء محمد عبيد بن داغر أن يهتموا بهؤلاء النازحين، حيث تركوا بلدانهم وأوطانهم وهاجروا إلى هذه المنطقة. لا شيء في هذه المساكن يعتمد النازحون عليه لمقاومة الحياة أو حتى يقيهم حر الصيف أو يدفع عنهم برد الشتاء. المنظمات الإغاثية العاملة هنا لم تكن بحجم المسؤولية لردم هوة الجوع التي لدى هؤلاء النازحين الذين لا حول لهم ولا قوة ولا دخل لمعيلهم، وليس لهم غير الله من يلجؤون إليه ليغيثهم. الاحتياجات هذه كثيرة والمطالب كثيرة. المجاري المياه تعبنا زيادة، والنامش أكلنا زيادة، وانطفاء الكهرباء باستمرار علينا، والمطالب كثيرة. ونشكركم على هذه الزيارة والاهتمام الذي تهتمون بالنازحين. إطعام هؤلاء الأطفال والاعتناء بهم صحيا من قبل السلطات المحلية والمنظمات الإغاثية بات أمرا ضروريا وبشكل عاجل لإنقاذ حياتهم ومئات الأسر التي تمتلئ بها المخيمات. استطاع هؤلاء النازحون الخلاص من وطأة الميليشيات الإنقلابية، لكنهم هنا لم يستطيعوا الخلاص من معاناة النزوح.
خليل المليكي، قناة سهيل، مأرب. قالت مصادر محلية في محافظة إبي أن ميليشيا الانقلاب اختطفت 4 أشخاص، بينهم نجل نائب رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام في حزم العدين الشيخ حمود لطف الحميري. وأوضحت المصادر بأن عملية الاختطاف تهدف للابتزاز المالي، حيث أنه لم يمض على بعض المختطفين سوى 5 أيام على عودتهم من الغربة في المملكة العربية السعودية. يتسابق مجموعة من الشباب في محافظة الجوف على العمل في مشروع إفطار الصائم، إفطار على الطريق، والذي يستهدف إفطار الصائمين المارين عبر الطرقات، خصوصا وأن خط الجوف بات يشهد حركة حيوية مع توقف خط فرضة نهم. نتابع التفاصيل. مع غروب شمس كل يوم من أيام شهر رمضان المبارك تزدحم الطرقات بالمسافرين، خصوصا وأن الجوف أصبحت خطا يربط بين صنعاء ومناطق أخرى. يقف ثمة شباب من محافظات مختلفة على النقاط العسكرية لتوزيع إفطارا للصائمين المسافرين، يرجون بذلك نيل الأجر ونشر ثقافة المحبة والتراحم بين اليمنيين. في هذه اللحظات قبل غروب الشمس نوزع إفطار صائم على الطريق، حيث هذا المشروع يستهدف المارة على الطريق والمسافرين، وإن شاء الله سيستمر هذا المشروع حتى نهاية رمضان. الطفل عبد الله صورة لا تغيب أيضا عن مشاهد فعل الخير، فهو يشارك هؤلاء الشباب في هذا المشروع الذي حمل اسم إفطار على الطريق لإبراز وتفعيل المبادرات الشبابية الخيرية بين أوساط المجتمع. مشروع إفطار على الطريق تأسس العام الماضي في محافظة مأرب، وهذا العام الحمد لله تأسسنا في محافظة الجوف. أحببنا اليوم فريق مأرب الخير أن نشترك مع إخواننا في شباب بصمة خير في تنفيذ هذا المشروع والتعاون فيما بيننا على إنجاح هذا المشروع، ونشكر الراعين لهذا المشروع مؤسسة تنمية وأيضا جمعية إنسان. طبعا أول مرة يقام هذا المشروع في الجوف، وهو كما رأيتم يستهدف الحالات ويستهدف المسافرين ويستهدف كذلك الجبهات، يغطي جميع المارة أيا كان مسافر أو غير مسافر في هذا المشروع. لقيت هذه المبادرة ارتياحا من قبل المسافرين لما لها من تأثير وإعطاء الدروس في معاني المحبة والإخاء، وتساعد على تلطيف الأجواء الملتهبة بمشاكل الحرب بين أبناء اليمن. نشكر الشباب الذين يقوموا بهذا العمل فعل الخير، إفطار الصائم وتوزيع الفطور في الطريق، وهذا لهم أجر عند الله سبحانه وتعالى، نسأل الله أن يجزيهم ألف ألف خير. بهذه الصورة الممزوجة بالابتسامة ينقل هؤلاء الشباب الخيرين الصورة الحقيقية للمجتمع القبلي في محافظتي مأرب والجوف. صالح مبخوت، لقناة سهيل، محافظة الجوف. وصلت إلى مستشفى الجوف العام حالات جديدة مصابة بوباء الكوليرا بعد انتشاره في عدد من مناطق المحافظة. يأتي هذا فيما أعلنت قيادة السلطة المحلية في الجوف، أعلنتها محافظة منكوبة جراء انتشار وباء الكوليرا، حيث بلغ عدد المصابين إلى 400 حالة. هذا وقد سجل مكتب الصحة بالمحافظة ثلاث حالات وفيات و15 حالة دخلت مضاعفات الفشل الكلوي. وأطلق مستشفى الجوف العام نداء استغاثة إلى جميع المنظمات الداخلية والخارجية للحد من انتشار الوباء في ظل الإهمال المتزايد للجانب الصحي بالجوف. ما تزال قيم الجمهورية التي نزفت من شرايين الشهيد حميد القشيبي دفاعا عن الدولة والوطن تجري في عروق الأحرار الذين يرفضون الانقلاب ويصرون على المضي في درب التحرير واستعادة مؤسسات الدولة من قبضة الانقلابيين. نتابع. الدولة هي الوحيدة التي يجب أن تملك زمام المبادرة والسيطرة على محافظتها ومديرياتها بعيدا عن هذه الميليشيات المسلحة. هذا ما كان عليه روح الجمهورية وحامي حماها العميد القائد حميد القشيبي، لكن ثمة أقزام رأوا في أنفسهم التناءة أمام علو رمز العلو والشموخ والحصن المنيع لتنفيذ مشاريعهم الأضيق من سم الخياط، فأبرموا أمرهم وأجمعوا كيدهم وضلوا وما اهتدوا ومضوا بمؤامرتهم حيث يؤمرون.
ونتيجة لهذه المؤامرة وقع عميد الشهداء بدمه الطاهر كظهر شرفه العسكري، وقع وثيقة القشيبيون الجدد أثناء ما كان الإنقلابيون من كأس موته ينتشون. وفي الذكرى الثالثة لاستشهاد عميد الشهداء أكد أحفاد القشيبي من خلال الفقرات التي تخللت الحفل الخضابي عن مضيهم دون تراجع أو تقاعس عن نهج القشيبي الذي نهج عليه لاسترجاع الجمهورية، وأن دماءهم الطاهرة ترخص من أجل استرجاع الجمهورية المسلوبة. الكل فاهم من هو المقصود ما فحوى مرادي، والكل عارف من هو اللي قد قصدته بالقصيد، هو الذي رد اعتبار العسكري في بلادي ابن القشيبي ذي بلحي اليوم ذكراها المجيدة. كما كان لقيادة اللواء 310 كلمة الفصل المسبوقة بلون التضحيات والبطولات، والتي توضح ما مدى شجاعة منتسبي هذا اللواء. الذكرى الثالثة لاستشهاد عميد الشهداء العميد الركن حميد بن حميد القشيبي، توجد فينا الطاقة من جديد والمضي قدما والسير إلى الأمام، ولن تثنينا، بل كلما راح شهيد وراء شهيد، كلما تزودنا وقود وطاقة لمواصلة الهجوم بمعنوي عالية وإصرار وعزيمة قوية إن شاء الله. فالعميد الركن حميد القشيبي رحمه الله كان وفيا مع وطنه، أوفى بالقسم العسكري وأدى واجبه إلى آخر لحظة، وفيا مع وطنه ومع شعبه، ووقف في اللحظات والساعات الصعبة التي فعلا توارى واختفى عن المشهد الكثير من القيادات واللواءات والزعامات، واختفى عن المشهد وهو بقى صامدا مقاتلا حتى آخر لحظة من حياته. رئيس دائرة القوى البشرية بوزارة الدفاع أشاد ببطولات اللواء 310 ماض وحاضر، وما يسطر من أروع التضحيات في سبيل الدفاع عن الجمهورية. ونقول لكم تحيات رئيس هيئة الأركان العامة والقيادة السياسية. لا يسعنا في اليوم هذا إلا أن نقول رحمة الله عليه، ونفتخر باستشهاده وهو سلك درب المناضلين الشرفاء في الوطن. ثم نتذكر ما حدث بعد استشهاد البطل هذا من القوات المسلحة اليمنية، ما حصل للشعب اليمني من نكبات متتالية، كان حصنا منيعا وكان رجلا مقداما وضحى بحياته ودمه في سبيل الوطن والجمهورية. إذن هي طريق واحدة يمضي فيها أحفاد القشيبي، وهي طريق استرجاع الوطن المسلوب من براثن الإنقلابيين، مجددين العهد للشهداء الميامين والمضي على دربهم حتى استكمال مشروع بناء اليمن الاتحادي. على المضلعي لقناة سهيل الفضائية مأرب. نشرتنا انتهت، وهذا تذكير بأهم عناوينها. اللواء أحمد الموساي يتفقد الحزام الأمني لمأرب ويشدد على ضرورة الالتزام بالقانون ورفع اليقظة الأمنية. مصرع 7 من الميليشيا الانقلابية في تعز، ومقاتلة التحالف العربي تقصف تعزيزات لهم في مديرية موسى. نازحو الحرب الانقلابية في مأرب يعيشون ظروفا صعبة وغيابا لأبسط مقومات الحياة. في ختام هذه النشرة لكم مني أطيب المنى. يمكنكم متابعة برامجنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر ويوتيوب وتليجرام. في رعاية الله.